تحاسبوا دام تصالحوا كيف تحاسبوا دام تصالحوا المحاسبة استحقاق يا عصابة السلاح. هي الفكرة جاتك يا رينا وقت تونس، احنا قررنا باش نهبطوا للشارع زادة باش نعبروا على رأينا باش نتكلموا على خاطر هذه ما قضيتنا كشعب كامل. احنا ضد قانون المصالحه، ما نجموش نوافقوا باش يتعدى القانون هذايا على خاطر يمسنا احنا ويمس كرامتنا ويمس الانتفاضه والثوره اللي عملناها. دونك احنا اليوم يد واحده باش ما يتعداش القانون هذايا. شعب تونس شعب حر والقانون لن يمل. الشعب يريد اسقاط الفساد، الشعب يريد اسقاط الفساد. لا بنسات في مشروع قانون المصالحة، قانون الفاسدين والفساد اللي حبوا باش يعديوه، معناها الرباعي بعد ما اتفقوا في صار اجتماع بين الرباعي الحاكم انه باش يتعدى نهار 26، قررنا اليوم بالالتحاق بالجهات وقمنا بحركة احتجاجية وباش نقولوا لا لتمرير هذا المشروع ولا مصالحة، لابد ان نتمسكوا بالعدالة الانتقالية. هذا انه لابد انه كذلك تنضم بقيت شرائح المجتمع المدني بجهة بنزرت بقيت الجهات للتحركات القادمة، لأنه اليوم ماهوش في صالح المواطن، ماهوش في صالح الاقتصاد نتاع البلاد كما قاعدين يروجوا فيه اليوم.